آخر سؤال، لأننا قد فرغنا من الوقت. واحد دخل في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية، يكمل إزاي؟ المسبوق في صلاة الجنازة ماذا يفعل؟ يعتبر التكبيرة التي بدأ بها عندما دخل هي التكبيرة الأولى بالنسبة له، فيبدأ هو بقراءة الفاتحة، التكبيرة الثانية يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يكمل على هذا النحو. إذا سلم الإمام يأتي بما فاته التكبيرة الثالثة، يدعو الميت دعاء سريعا، والرابعة ويسلم، يعني بسرعة حتى يدرك. دي صلاة جنازة والناس يسارعون بحملها لتشييعها إلى مرقدها. فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، مثل المسبوق في الصلاة العادية المفروضة. ما أدركت صليت، وما فاتك أتممت. الذي تدركه هو أول صلاتك بالنسبة لك. الأولى الفتحة، الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الثالثة دعاء للميت، الرابعة دعاء عام ثم السلام. لكن لأنك مسبوق وصلاة الجنازة تقوم على السرعة، لا يعني تجوز في دعائك حتى تكبر وتسلم سريعا وتلحق بالمشيعين للجنازة.